جهاز مكافحة الإرهاب اليوم جهاز بمستوى الطموح وبمستوى المسؤولية التي قام بها في الحرب على داعش. الإرهاب أصبح اليوم تحدي عالمي. لقد ساهم العراق بدور كبير جدا في مواجهة هذا التحدي. هذا الإرهاب الذي حاول أن ينال من سمعة العراق وتاريخ العراق، كان العراق وللإنسانية دور مهم في هزيمتهم. العراقيون ساعدوا العالم بأكمله في التخلص من شبح الإرهاب الذي انتشر بسرعة في العالم. وقف مع العراق أصدقاء كثيرون لنصرته في هذه الحرب الكونية التي تحقق على الإرهاب في كافة المجالات، وكان نصراً عراقياً بامتياز. والعراقيين يشعروا بالافتخار كما كانوا في الماضي هم مهد الحضارة، أن نفتخر اليوم بأنهم ساهموا بقتال هذه الجماعات وكالة أو نيابة عن أنفسهم والعالم. وبفضل جهود القوات الأمنية كافة التي دعمت جهاز مكافحة الإرهاب بهذا الدور كأجهزة أمنية أو عسكرية وكعمل استخباري، تحولت خلال هذه الفترة كما سمعت الأيام الماضية العلاقة مع التحالف الدولي إلى مرحلة جديدة، وكما مخطط لها هو ومن خلال الحوار الاستراتيجي إلى مهام التدريب والاستشارة، وهذا ما يشير إلى تطور كبير في جهوزية قواتنا. هذا نصر كبير، ويجب أن نشكر التحالف الدولي وكذلك كل أصدقاء العراق الذين وقفوا مع العراق في الحرب على داعش ووصول قواتنا لهذه الجهوزية التي أنتجت خلال الحوار الاستراتيجي إلى علاقة جديدة بين العراق والتحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية. ويجب أن نشكر جميع من وقف في دعم هذا الجهاز. ساهمت جميع القوات الأمنية العراقية من جيش وشرطة اتحادية وحشد الشعبي وبشمركة وغيرها في هذا الإنجاز الكبير، إنجاز النصر. ولكن كانت هناك خصوصية بارزة لجهاز مكافحة الإرهاب، حيث أن اختصاصهم الرئيسي هو مكافحة هذا العدو. وقامت هذه القوات وهذا الجهاز الوطني الشريف بدور كبير وبارز جدا في دفع عصابات داعش، وما زالت تقوم هذه الجماعات بمحاولة حصول على موضوع قدم، ولكن أجهزتنا تكون لها بالمرصاد في كل يوم. أنجزنا انتصارات كبيرة في الأشهر الماضية، وانهينا وجود ما يسمى بولاية دجلة خلال عمليات السير الجارف التي قامت بها أبطال قواتنا المسلحة وجهاز مكافحة الإرهاب. وكذلك قتلنا ثاني أكبر شخص في هذا التنظيم، تنظيم داعش، ضمن العشرات من القيادات الكبار والمئات من هذه الجماعات. نحن اليوم أمام أنواع أخرى من الإرهاب المتمثل بضبط الحدود والمنافذ والفساد ومكافحة السلاح المنفلت ومنع أي تدخلات خارجية بالشأن العراقي. كل هذه الجهود تقوم بها الحكومة هو امتداد لعملياتكم البطولية في مكافحة الإرهاب. أثني على جيشنا العراقي البطل، أثني على الحشد الشعبي، أثني على قوات الباشمركة، وأثني على كل الأجهزة الشرطة الاتحادية، جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات اللي كان دور فعال في إسناد هذه العمليات ودحر هذه الجماعات. نحتاج البحث أو إيجاد بيئة وطنية ملائمة لتجفيف منابع هذا الإرهاب، إرهاب داعش والإرهاب الفساد
وإرهاب السلاح المنفلت وإرهاب دعاة اللا دولة. وعلينا العمل على كافة المستويات، نعمل على إعادة بناء المؤسسات الأمنية التي قدمت الكثير، وبالخصوص الجيش العراقي البطل، كي تكون قادر على القيام بمهامها بكافة المهمات التي تناط لها. نعمل على ضبط الحدود والمنافذ وبإجراءات مكثفة ومستمرة ومتكاملة يومياً. يجب أن يكون هناك تبادل الخبرات والتعاون بين العراق والمجتمع الدولي. عندنا فرصة كبيرة أن ننتقل بهذه التجربة العراقية إلى العالم. يأتي هذه كلها ضمن جهود تقوم بها مؤسساتنا، ويجب أن نحافظ عليها وننطلق نحو المستقبل. أشكر جميع الأجهزة الأمنية التي تعمل على عودة العراق وإعادة دور العراق التاريخي في المنطقة وفي العالم. في نهاية هذه الكلمة أهني الجميع بقرب شهر رمضان المبارك، عسى أن يكون هذا الشهر الكريم الفضيل رسالة سلام للجميع، وشكرا جزيلا.